بالذكرى السابعة لتهجير أهالي مدينة حلب، قام نشطاء وثوار حلب بتنظيم وقفة احتجاجية صامتة. شكلت هذه الوقفة نقطة تلاقي للنشطاء والثوار في محافظة إدلب. حملت هذه الوقفة عنوان عائدون والأسد زائل، حيث اجتمعت الشخصيات البارزة والأصوات الفعالة التي شاركت في النضال من أجل الحرية والعدالة. تبادل المشاركون القصص والتجارب حول الصمود والتحديات التي واجهوها خلال رحلة النضال والتصدي للتهجير القسري. شكلت هذه الوقفة مناسبة لإعادة تأكيد العزم على العودة إلى حلب وإعمارها بعزيمة ثابتة. ينضم إلينا الآن أحد المشاركين في هذه الوقفة ليحدثنا أكثر. يعطيك العافية. الله يعافيك. حدثنا عن الوقفة. نحن هون طلعنا اليوم، وقفنا منشان نحن نأكد للعالم على وجودنا هون، وأنه نحن ما نسينا حلب ولا نسينا جرح حلب. بعد 7 سنين تهجير نحن لسه مستمرين على الضرب وما رح نحيد عنه، رح نرجع لحلب إن شاء الله. يعطيك العافية. تتصاعد الرموز والصور التي ترمز إلى الصمت المؤلم، مظهرة إصرارهم على مواصلة النضال من أجل حقوقهم وحريتهم. هذه الوقفة تجسد روح المقاومة والإرادة الصلبة للعودة إلى أراضيهم المحررة، مؤكدة على استمرار النضال حتى تحقيق العدالة والحرية التي يصبون إليها. أحمد يد، حلب اليوم، مدينة إدلب.